الضوء على الزيارة اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في هضبة الجلالة. هضبة الجلالة مشروع بأن قرابة 3 سنوات ربما أكثر قليلا بنتكلم عنه، كان في زيارات ميدانية لعدد كبير جدا مننا حتى كصحفيين وكإعلاميين، رحنا هناك أكثر من مرة وشفناه، رحنا حتى وكان بين كل مرة والتانية كذا شهر، فكان عندنا الفرصة أن احنا نقارن يعني تطور العمل والبروجرس أو الإنجاز وتطور العمل اللي كان حاصل. الحقيقة أنه كل ما بتروح حتى لو الفرق في الزيارة فترة مش كبيرة قوي بتحس أنه في حاجة زيادة اتعملت، جهد كبير جدا بيقام هناك. الرئيس النهاردة الصبح في الجولة دي كان طبعا سمع شرح تفصيلي و وإيه هو المشروع، هو طبعا هيكون مشروع تنموي متكامل. الرئيس مر على مناطق أو سبوتس كتيرة جدا هناك، هيبقى فيه تفاصيل كتيرة إن شاء الله هنقولها مع بعض في أخبارنا بعد قليل. لكن الحقيقة أنه الحاجة اللي طول الوقت بتشغلنا ويعني إحنا في مساء دريم حتى في جولاتنا الخارجية دايما دايما بنركز عليها هي فكرة العمالة أو فرص العمل، بمعنى صح خليني أبدأ بفرص العمل اللي بتوفرها المشاريع القومية دي إن شاء الله أو ستوفرها بعد افتتاحها بشكل رسمي. فإحنا بنتكلم هنا عن عدد كبير من الفرص، ما يقرب ربما أكثر من 150 ألف فرصة عمل بشكل مبدئي أو أولي. بنتكلم كمان على عدد كبير من شركات الوطنية، شركات القطاع الخاص اللي بتعمل في هذا المشروع بمهندسيها بعمالها بفنيها بالاستشاريين بالناس اللي بتيجي، طبعا كل ده تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. تعالوا نشوف مع بعض جزء من هذه الزيارة والجولة اللي قام بيها صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع هضبة الجلالة. بنعتقد أنه الفترة الجاية إن شاء الله هيكون في شغل أكتر وأكتر وأكتر على الأرض هناك. أعتقد أنه الناس اللي لسه ما تعرفش تفاصيل كتيرة عن هذا المشروع محتاجة تعرف، لأنه احنا بنتكلم على مشروع حقيقي تنموي متكامل، بنتكلم على جامعة خاصة، بنتكلم على وحدات صحية ومستشفيات، بنتكلم على مشروعات، بنتكلم على لوجيستكس كتيرة حتى موجودة بالفعل وتم التخطيط ليها، يعني مدينة تنموية متكاملة. شوف مع بعض فيديو لتقرير عن زيارة الرئيس السيسي لهذا هذا الصباح لهضبة الجلالة، ونرجع على طول نبدأ في أخبارنا من مساء دريم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، واستمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي للموقف التنفيذي للمشروع التنموي المتكامل. وتهدف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموي حضري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية. قام سيادته بالمرور على محطة تحلية المياه العملاقة بالجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم، والتحرك كذلك فوق الكوبري العلوي وزيارة منطقة الألعاب المائية الأكوا بارك ومارينا الجلالة.
توفر تلك المشروعات وأكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات السياحية والتعليمية والتجارية. تقوم بتنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية وأكثر من 10 مكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يتضمن المشروع طريق الجلالة ووصلته الفرعية بإجمالي أطوال 117 كيلومترا، يهدف إلى خلق محور مروري آمن بديل عن الطريق الساحلي في المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانة. كما يتضمن المشروع أيضا مدينة الجلالة على هضبة الجلالة والتي تشمل كافة الخدمات والمرافق. هذا بالإضافة إلى منتجع الجلالة السياحي الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمة السياحية في مصر، من حيث تكامل كافة العناصر السياحية من فنادق وفيلات وشاليهات وملاهي مائية وأنشطة ترفيهية وتجارية. وخلال الجولة التقى الرئيس بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع بالتعاون مع القوات المسلحة، حيث أشاد السيد الرئيس بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقا للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك، بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة والصناعة، فضلا عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة على هضبة الجلالة وتدشين مشروعات سياحية وعلاجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة.